مشاركة مصرية فاعلة في قمة تجمع بريكس كدولة عضو للمرة الأولى، والرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر للتعاون بين دول التجمع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده شمال قطاع غزة، وجهود مصرية مكثفة لعودة المفاوضات ووقف إطلاق النار. انسحاب قوات حفظ السلام من موقع بجنوب لبنان بعد إطلاق قوات إسرائيلية النار عليه. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. للمرة الأولى كعضو شاركت مصر في قمة تجمع بريكس التي انعقدت بمدينة كازان بروسيا الاتحادية. وأمام اجتماعات بريكس وبريكس بلس بلورت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر ومواقفها إزاء التجمع وسبل تعزيز التعاون بين دوله. تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون في مجالات التسوية المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة. تؤمن مصر إيماناً راسخاً بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة تجمع بريكس التي انعقدت بروسيا الاتحادية. كان الرئيس السيسي قد شارك في جلستي عمل في إطار فعاليات قمة دول التجمع بريكس، كما شارك أيضا الرئيس في قمة بريكس بلس والتي تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في بريكس الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع. على مدار 3 أيام شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول بريكس المنعقدة بمدينة قازان بدولة تاتارستان إحدى دول جمهوريات روسيا الاتحادية، وهي القمة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة مصر كعضو في التجمع منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري. هذا وقد استعرض السيد الرئيس خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليا وإقليميا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا. وعلى هامش القمة عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من اللقاءات مع قادة وزعماء دول العالم: الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، الرئيس الصيني شي جين بينغ، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا. وعقب انتهاء فعاليات القمة غادر السيد الرئيس مطار كازان عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. We'll be right back.
نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة الغربية مشروعا للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة. وجاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم قطاعات المجتمع المدني والتنسيق المستمر مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتنفيذا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعي الثقافي والوطني لدى شباب مصر، واستمرارا لمشاركة القوات المسلحة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الندوات عن التحديات التي تواجه الشباب والدور الذي تقوم به الدولة وكافة مؤسساتها لمجابهة تلك التحديات لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري. واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم. وفي إطار دعم القوات المسلحة لأبنائنا من قادرون باختلاف، نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري معرضين لمنتجاتهم بدار الأسلحة والذخيرة ونادي التجديف بالسويس، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. لطالما كانت مصر حصن القضية الفلسطينية على مر العصور، وما تزال جناحها الأيمن الذي يحملها إلى كافة المحافل واللقاءات الدولية. فلسطين قضية العرب وقضية مصر الأولى على مر التاريخ، ومن أجلها سطرت ملحمة سياسية وقانونية وإنسانية بدأت من 7 أكتوبر 2023، وباتت محطاتها تتزايد يوما تلو الآخر من أجل الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته. رأت صحيفة الجارديان البريطانية أن القرار الذي تعتزم إسرائيل اتخاذه بحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ومنع وصول المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين سوف يكون له عواقب وخيمة. أشارت الصحيفة إلى أن القرار الإسرائيلي يجعل من الصعب عودة العلاقات بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى سابق عهدها، موضحا أن عواقب ذلك القرار سوف تكون وخيمة وطويلة المدى. وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تستند في قرارها إلى اتهام الأونروا بأن عددا من موظفيها تورطوا في أحداث 7 أكتوبر الماضي، على الرغم من أن المجتمع الدولي ما زال يرى أن أونروا هي الوسيلة الأفضل لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين، والتي تشمل الخدمات الطبية والتعليمية والغذائية. We'll be right back.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة دخول المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وأغلقت قوات الاحتلال على مدار يومي الخميس والجمعة معبر كرم أبو سالم بشكل كامل، والذي كانت تتسلم فيه الأمم المتحدة المساعدات لتوصيلها للأشقاء في قطاع غزة. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من العريش ورفح. المجهودات المصرية لا تتوقف فيما يتعلق بالمفاوضات بشكل عام واستقبال جميع الأطراف هنا في الأراضي المصرية من أجل إحياء المفاوضات مرة أخرى وفي محاولة للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. لكن بالإضافة لهذه المفاوضات أيضا المجهودات الخاصة بالمساعدات الإنسانية ما زالت مستمرة منذ بدء العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. الشاحنات من ورائي تتكدس بالطبع هنا في العريش ورفح بسبب منع وعرقلة قوات الاحتلال لهذه الشاحنات من الدخول من بوابة معبر كرم أبو سالم. بالطبع معبر رفح المصري يفتح أبوابه طوال الوقت، وتتحرك هذه الشاحنات من العريش ورفح في اتجاه معبر رفح المصري وتذهب إلى معبر كرم أبو سالم. تتسلم هذه الشاحنات الأمم المتحدة وتحديدا الأونروا ليتم توزيعها على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. قوات الاحتلال تمنع دخول المساعدات من معبر كرم أبو سالم وتعرقل دخولها في بعض الأحيان، وحتى إذا دخلت إلى قطاع غزة تمنع دخولها إلى الشمال بشكل عام. الأونروا صباح اليوم أعلنت عن أن قطاع غزة قارب على أبواب المجاعة. قطاع غزة بالكامل كانت تتحدث من قبل عن الشمال فقط، اليوم قطاع غزة بالكامل أصبح على أبواب المجاعة نظرا لقلة تدفق المساعدات، حيث أنها يتم يعني منع هذه المساعدات ويتم وضعها في المخازن الخاصة بمعبر كرم أبو سالم أو أمام البوابة ولا تدخل على الإطلاق. بالإضافة لذلك أيضا استمرار النهج الإسرائيلي أو نهج الخاص بقوات الاحتلال بالقصف المستمر لمراكز الإيواء والمستشفيات. وأيضا الأونروا تحدثت اليوم ويعني الفصائل المختلفة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت عن أن قوات الاحتلال أخرجت مستشفى كمال عدوان في الشمال من الخدمة تماما، وأخرجت جميع المصابين واعتقلت كل من كان داخل هذه المستشفى. بالطبع هذه الإجراءات بشكل عام يعني تندهجها قوات الاحتلال ضمن خطة كانت قد وضعتها لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة، ومحاولة بعد ذلك لدفعهم إلى الأراضي المصرية أو إلى خارج قطاع غزة. لكن مصر أعلنت أكثر مرة أن هذا لن يحدث ولن تسمح بالتهجير القسري. أيضا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لن يترك أرضه حتما يعني رأينا في الأيام الماضية. لذلك المجهودات المصرية بشكل عام للحفاظ على القضية الفلسطينية مستمرة إما بالمفاوضات أو حتى الجزء الخاص بالمساعدات الإنسانية. هذه الصورة، والآن أعود إليكم مرة أخرى. اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن العدوان الإسرائيلي على الصحفيين في حسبية فصل من فصول جرائم الحرب الإسرائيلية. أوضح ميقاتي أن العدوان المتعمد على الصحفيين هدفه ترهيب الإعلام للتعمية على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وتدمير، لافتا إلى أن لبنان مصممة على وقف إطلاق النار وردع العدوان، وتؤكد التزامها بالقرار 1701 دون تعديل. من جانبه وصف وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري استهداف الصحفيين اللبنانيين في الغارة الإسرائيلية على حصبية بجريمة حرب. من جهتها دعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى أوسع إدانة ضد ما يتعرض له الصحفيون في لبنان ورفع الصوت ضد التمادي الإسرائيلي في استهدافهم. أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض توثيق 55 اعتداء إسرائيلي على المستشفيات، منها 36 اعتداء استهدف المستشفيات بشكل مباشر مما أدى إلى إغلاق 8 منها. أوضح البيت الأبيض أن هناك 163 شهيدا و272 جريحا من القطاع الصحي منذ بدء العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن هناك 11 شهيدا و8 مصابين من الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين وثلاثة جنود وإصابة 20 بجروح في معارك جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صافرات الإنذار في المالكية وديشون بالجليل الأعلى. كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم سقوط شظايا اعتراضات صاروخية في خليج حيفا دون إصابات.
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفال أن جنودا تابعين لها انسحبوا من موقع مراقبة في بلدة الظهيرة في جنوب البلاد بعد إطلاق قوات إسرائيلية النار على الموقع. أوضحت اليونيفال أن الجيش الإسرائيلي دأب على مطالبة قوات اليونيفال بإخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق، وتعمد إلحاق الضرر بكاميرات ومعدات إضاءة واتصالات في بعض هذه المواقع. وتقول الأمم المتحدة تقول إن 5 من قوات حفظ السلام أصيبوا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في لبنان في الأول من أكتوبر الحالي، كما ألحق أضرارا بمواقع اليونيفال 20 مرة على الأقل عن طريق إطلاق النار المباشر وغير المباشر. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن هناك ضرورة ملحة حقيقية للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان بين إسرائيل وحزب الله. وخلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي في لندن، بحث الوزيران الجهود المشتركة لوقف التصعيد الخطير في المنطقة وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، مؤكدين أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ولبنان بشكل كاف ومستدام وتطبيق القرار رقم 1701 بالكامل. كما بحث الوزيران أيضا ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة. أكد مسؤول السياسة الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد بسباق مع الزمن في لبنان لتجنب توسع النزاع. وأوضح بوريل أن استعادة سيادة لبنان تقتضي نشر الجيش في الجنوب، لافتا إلى أن مصالح أطراف خارجية أحبطت تنفيذ القرار 1701 الذي ينص على وقف كامل للعمليات القتالية من الجانبين، ومن ذلك سحب كل القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وخلق منطقة عازلة ما بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. قالت المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين ان الغارات الاسرائيليه على الحدود تمنع فرار اللاجئين من لبنان الى سوريا. اضافت المفوضيه ان نحو 430 الف شخص عبروا من لبنان الى سوريا منذ بدء الحمله الاسرائيليه، مشيره الى ان الهجمات على المعابر الحدوديه تشكل مصدر قلق كبير، فهي تقطع الطريق الى بر الامان امام الفارين من الصراع. وما زالت نشرة السادسة متواصلة معكم وتتابعونا فيها. انطلاق التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة الأمريكية واستطلاع للرأي يكشف تقدم ترامب بين الناخبين الأمريكيين العرب. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن نطاق الرد الإيراني سوف يعتمد إلى حد كبير على شدة الهجمات الإسرائيلية. وأوضحت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر الجيش بوضع خطط عسكرية متعددة للرد على أي هجوم إسرائيلي، مضيفة أن خامنئي وجه بأن يكون الرد حاسما إذا ضربت إسرائيل البنية التحتية للنفط والطاقة والمنشآت النووية واستهدفت مسؤولين كبار. قال رئيس المجلس الأوروبي المنتهية ولايته شارل ميشيل إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع لمزيد من التدقيق في المستقبل. وأوضح ميشيل أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من الموضوعات التي سيجرى النظر فيها، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يجب عليه أن يتجنب فخ المعايير المزدوجة إذا أراد ممارسة تأثير عالمي، مؤكدا أن التكتل دعا باستمرار إلى احترام القانون الدولي. All the member states and solidarity is a key principle on the EU. Ukraine is a crime scene and there is a criminal, and it's extremely important to make sure that there will be no impunity.
We need to be extremely determined, all of us, because we are all witnesses of what's happening in Ukraine. We should be all determined to influence Russia, to make sure that Russia will, at the end, fulfill its international commitments. Italy is not alone. Migration is a common. انطلق التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث أصبح بإمكان الناخبين في 3 ولايات الآن الوقوف في طوابير في مراكز الاقتراع المبكر أو الإدلاء بأصواتهم عبر البريد قبل موعد الانتخابات المقرر في 5 نوفمبر. ويعتبر التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية من الطرق الانتخابية التي تحظى بشعبية وسط الأمريكيين. وسط ترقب عالمي، انطلق التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يتنافس عليها كل من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي كاميلا هاريس، حيث أصبح بإمكان الناخبين في 3 ولايات الوقوف في طوابير بمراكز الاقتراع المبكر أو الإدلاء بأصواتهم عبر البريد قبل موعد الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر. وقررت السلطات الأمريكية فتح مراكز الاقتراع المبكر في جميع أنحاء ولاية فرجينيا لتكون أول ولاية تقدم خيار التصويت المبكر لناخبها، ويمكن للناخبين في ولايتي مينيسوتا وجنوب داكوتا الاختيار بين الإدلاء بأصواتهم شخصيا في مراكز الاقتراع أو من خلال البريد. ومن المقرر أن تظل مراكز الاقتراع المبكر مفتوحة حتى 2 نوفمبر. ويعتبر التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية من الطرق الانتخابية التي تحظى بشعبية وسط الأمريكيين. ورغم أن جميع الولايات توفر خيار التصويت عبر البريد، إلا أن 3 ولايات فقط، وهي ألاباما وميسيسيبي ونيو هامشير، لا تتيح التصويت الشخصي المبكر، ولكنها تقدم خيارات خاصة للناخبين الذين لا يستطيعون الحضور إلى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات لأسباب محددة غيابية مثل المرض أو السفر. ففي ألاباما يتعين على الناخبين تقديم عذر مقبول مثل الإصابة أو الإعاقة أو تواجدهم خارج البلاد للتصويت غيابيا. وأما في ميسيسيبي فالتصويت الغيابي متاح فقط للناخبين فوق 65 أو الذين لديهم ظروف تمنعهم من الحضور إلى مراكز الاقتراع. وفي نيو هامشير يسمح بالتصويت الغيابي لمن لديهم أسباب مثل العمل أو الدراسة في الخارج وأسباب صحية. وكشف استطلاع للرأي أن ترامب يتقدم بفارق نقطتين عن الناخبين الأمريكيين العرب عن منافسته الديمقراطية كاميلا هاريس. ووفقا للاستطلاع تقدم ترامب على المرشحة الديمقراطية بنسبة 45% مقابل 43% بين الأمريكيين العرب، رغم أن هؤلاء الناخبين يرون أن الرئيس السابق أكثر دعما للحكومة الإسرائيلية من الإدارة الحالية، معربين عن ثقتهم في قدرة الرئيس السابق على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مقارنة بهاريس. شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة فعاليات ورشة العمل التي أقيمت بعنوان الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد عاشور أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعا كبيرا بفضل الدعم غير المسبوق من جانب القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، لافتا إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان تمكين المجتمعات من خلال التواصل الفعال استراتيجيات والتنمية البشرية. يأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية. وأكدت الوزارة أن التواصل الفعال بين المجموعات المختلفة للمجتمعات يعد حق من حقوق الإنسان ويساهم في استمرارية التواصل التشاركي الفعال بشكل ينظم الوصول إلى قرارات مستنيرة. أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أمجد الوكيل الانتهاء من تركيب جميع شرائح المستوى الأول من مبنى الاحتواء الداخلي بموقع المحطة النووية بالضبعة. ويعد مبنى الاحتواء الداخلي أحد أهم العناصر في وحدة الطاقة النووية، حيث يعمل على ضمان السلامة النووية والبيئية للمنشأة النووية
وتتلخص مهمته في منع تسرب المواد المشعة. وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من 4 وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجا وات لكل منهما. كرم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنوى الفائزين بجوائز مسابقة أفضل بحث للشباب الباحثين في مصر بمجالات ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان للعام الحالي التي نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة. وهنأ هنوى شباب الباحثين الفائزين بالمسابقة وحث الجميع على مواصلة مسيرتهم البحثية البناءة، مؤكدا أن هؤلاء الباحثين يمثلون نموذجا يحتذى به لشباب مصر. وأكد هنو أن وزارة الثقافة تسعى بمثل هذه المسابقات إلى تفعيل منهجية الدولة للاهتمام باكتشاف ودعم النابغين بمجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية. والآن موعدنا مع الجولة الاقتصادية في النشرة السادسة. وسارة نجيب إلى. شكرا سحر، شكرا إلهام. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله على أهمية دور مجموعة الـ20 في تطوير الهيكل المالي العالمي ورفع قدرات مؤسسات التمويل الدولية لمواكبة الاحتياجات التمويلية المتزايدة. جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ20، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 23 و24 من أكتوبر الجاري. ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد خلال الفترة من 21 وحتى 26 من أكتوبر 2024 بالعاصمة الأمريكية واشنطن. تناولت الاجتماعات العديد من القضايا الهامة على المستوى الدولي مثل الاقتصاد العالمي في ضوء المخاطر والتطورات الجيوسياسية، وتعزيز النمو المستدام وتطوير المؤسسات التنموية متعددة الأطراف. أجرى وزير المالية أحمد كوجك جولة جديدة من حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. أكد الوزير أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية ومحفزة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وأكد كوجك أن نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول جيدة جدا، وتعكس بداية مرحلة من الاستقرار وسط توقعات بتحسن معدلات النمو خلال الفترة المقبلة. وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمن مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلا من 2024. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الدولي بواشنطن. كما يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز الشراكة القائمة ودعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة. كما يؤكد تجديد البرنامج على التزام الطرفين بتحقيق أهدافه.
شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي رانيا المشاط في فعاليات رفيعة المستوى ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة الأمريكية واشنطن حول أجندة قارة إفريقيا وأولوياتها للإصلاح الهيكلي المالي العالمي، وكذلك اجتماع المجموعة الإفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي والتوسع في أسواق الكربون الإفريقي. وأكدت رانيا المشاط على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة نحو هيكلة النظام المالي العالمي بما يجعل تمويل التنمية أكثر عدالة وإنصافا، مضيفة أن القارة الإفريقية تتمتع بفرصة فريدة لتسريع تحولها إلى سوق واحدة. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ المزيد من الإصلاحات السياسية المالية والنقدية والإجرائية والتجارية التي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مسؤولي بنك بي أن واي ميلن لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية في مصر وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية. ومن جانبهم أكد مسؤول أكبر المؤسسات التمويلية في الولايات المتحدة الأمريكية أن البنك يقدم العديد من الخدمات تشمل خدمات إدارة الأصول وإدارة الثروات. تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني سير العمل بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بعدد من المدن الجديدة، شملت مدن العبور الجديدة وسوهاج الجديدة وحدائق العاصمة والمنيا الجديدة وقنا الجديدة. وأصدر الشربيني تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بوضع خطط مكثفة للانتهاء تباعا من تنفيذ وحدات المبادرة تمهيدا لتخصيص الوحدات وتسليمها للحاجزين. ووجه الوزير بمواصلة الجولات الميدانية بالمشروعات للتغلب على التحديات التي قد تواجه التنفيذ واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز أي تأخير، وأهمية الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية في جميع مراحل التنفيذ لضمان توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين. بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي جون بيير المشروعات الزراعية المشتركة، وناقش وزير الزراعة تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونشر المعرفة لمحافظة الأقصر وسبل تطويره. ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من إجراءات تجديد الاتفاقية وسرعة الانتهاء من تجهيز المركز حتى يؤدي الدور الذي أنشئ من أجله بكفاءة عالية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1% في ظل التوتر بالشرق الأوسط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% لتصل إلى 74 دولارا و69 سنتا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4% لتصل إلى 70 دولارا و48 سنتا للبرميل. هذا وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.1% لتسجل $2.17 للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% مسجلة $2.42 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ارتفعت بورصة الإمارات مع استئناف مزمع لمحادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، مما ساعد في تهدئة السوق. واختتم مؤشر دبي الرئيسي تعاملات مرتفعا بنسبة 0.3% بقيادة مكاسب أسهم قطاعي الصناعة والمرافق. هذا وارتفع مؤشر أبو ظبي 0.1% ليوقف سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى إلهام وسحر. إليكم. شكرا لك سارة نجيب على هذا العرض. اختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته 32، اختتم فعالياته بحفل للمطربة مي فاروق على مسرح النافورة بعد أن حقق نجاحا كبيرا على مدار 13 يوما. قدم المهرجان مجموعة من الأمسيات والليالي الثقافية لكبار الفنانين والمطربين والملحنين وسط حضور جماهيري كبير وبحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هانو وعدد من قيادات الثقافة. النهارده موجودين في حفل الختام لانها مسؤوليه كبيره جدا، وكلنا بنحاول نبقى نقدم يعني شكل يليق ببلدنا وعلى مستوى العالم العربي كله يعني، وان شاء الله يعني الناس يعني تتبسط وتبقى شايفه ده ووصل لهم ده يعني ان شاء الله. أنا بحب الفن العربي والمصري الأصيل، لأنه أنا من هواة أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، بس يعني وبعدين بحب مي فاروق قوي، معجبة بيها وبصوتها جدا. مش أول مرة إن أنا أجي مهرجان موسيقى العربية، أنا كل ما بيبقى عندي فرصة إن أنا أحضر مهرجان لا باجي ودايما بحضر وما بخسرش وقتي او مجهودي ان انا اجي احضر، لان هي بتبقى دايما كل سنه بتبقى متميزه عن السنه اللي قبلها. مش اول مره احضر، دي ثالث مره احضر السنه دي. في كام حاجه مميزه قوي، الريد كاربت خطيره، الفايبس بتاعه المهرجان كله رائعه جدا. حضرت يعني الحفله دي حفله مي، حضرت خالد حماد وعبير نعمه، حضرت زبادي ومحمد محسن، الحفلات كلها رائعه، فيها مجهود جبار، فيها ناس بتحب اللي هي بتعمله، فدي حاجه جميله جدا يعني. احنا مبسوطين جدا من وزاره الثقافه وانشطه وزاره الثقافه مؤخرا بالمهرجانات الجميله اللي بتتعمل في مصر، ومهرجان الموسيقى العربيه السنه دي حقيقي متنظم بشكل رائع جدا، وكمان نخبه من المطربين اللي حقيقي يعني امتعونا السنه دي. وبهذا الخبر تنتهي نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. مشاركة مصرية فاعلة في قمة تجمع بريكس كدولة عضو للمرة الأولى، والرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر للتعاون بين دول التجمع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده شمال قطاع غزة، وجهود مصرية مكثفة لعودة المفاوضات ووقف إطلاق النار. انسحاب قوات حفظ السلام يونيفيل من موقع بجنوب لبنان بعد إطلاق قوات إسرائيلية النار عليها. انتهت نشرة السادسة، أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.